المهاجم الشاب الفلسطيني خالد النبريس اللي تحت قيادته لعب 15 مباراة، وهو معانا على التليفون. كابتن خالد، البقاء لله في وفاة الكابتن إيهاب جلال. البقاء لله كابتن هاني، تعزينا لأسرته لأنفسنا وللأسرة الرياضية المصرية كلها بشكل عام وللشعب المصري. أنا عارف صدمة اللاعبين في الإسماعيلي تحديدا، كنتم معاه، ختمتم المسابقات، فجأة أصيب، فجأة للمستشفى، ثم أتى أمر الله. فبعزيك وبعزي كل زمايلك، وما تذكره من رحلة كانت ربما عصيبة في الموسم اللي فات مع الكابتن إيهاب جلال. والله كابتن هاني، يعني هي كانت صدمة للكل بصراحة. يعني كان خاتم معانا الموسم، كان مضغوط باين على عليه الضغط، ومش احنا بس اللي كنا شايفين الكلام ده، لا بالعكس، اي حد بيعرف الكابتن ايهاب بيعرف هو قد ايه مضغوط وطبيعة الضغوطات اللي هو فيها. كان موجود مدرب كبير حجم النادي الاسماعيلي كمان، فمن الطبيعي انه يضغط، بس هو كان مضغوط بزيادة. يعني كان باين عليه الضغط من اواخر الماتشات اللي كان الاسماعيلي فيها مهدد، فكلنا كنا متوقعين انه الكابتن مش طبيعي. دي حاجه كلنا متوقعين انه الكابتن مضغوط، يعني بزياده عن اي حد، باين على وشه، ملامح وشه كلها وتعابير وشه باين انه الكابتن مضغوط. فكلنا كنا بنحاول نساعد انفسنا ونساعد الكابتن. يعني انا واحد من اللعيبه كان كل همي، اقسم بالله ما كان همي في نفسي، كان همي انا ازاي اقدر افرح الراجل ده. ليه؟ لانه على صعيد الشخص عمل معايا حاجات، يعني والله العظيم انا في حياتي ما شفت كده عمل ايه صراحه. معاك يا كابتن خالد؟ انا كابتن هاني زي ما كلكم عارفين انا كنت جاي من الحرب. اول يوم قابلت فيه كابتن ايهاب وكانه انا بعرف الراجل ده من مده كبيره، وكانه هو بيتعامل مع لعيب كبير، كان بيتعامل معايا اكتر من ابويا، احترام، ذوق، أدب، راجل مأمن بإمكانياتي. يعني مفيش حد قابلته في حياتي كرويا كان مأمن بإمكانياتي زي الراجل ده. بعيدا عن الملعب، بره الملعب أحيانا حصلت معايا حاجات، يعني كنت بطالب في مبلغ معين كده من النادي، فهو بعت المبلغ ده مع لعيب إنه يوصله لي بس ما يقولش إنه من الكابتن إيهاب. أنت متخيل الحتة دي؟ متخيل. وسمعت الحقيقة الرواية دي من أكتر من لاعب آخر غيرك كمان كابتن خالد، هو والله يا كابتن أنا، وبيعمل حاجات بره الله الملعب يرحمه. ما في حد بيعرف فيها، بس ربنا وحده اللي بيعلم فيها. يعني أنا أقول لك على حاجة، أنا قد إيه أنا متضايق وزعلان وحزين إن أنا ما فقدتش كابتن إيهاب، أنا فقدت فرد من أفراد أسرتي، لكن أنا مبسوط جدا على اللي شفته على السوشيال ميديا أو على مواقع التواصل دي كلها على سيرة الكابتن إيهاب. يعني أنا واحد من الناس أتمنى يوم نهايتي تكون سيرت زي الكابتن إيهاب كده. ربنا يديك الصحة وطولة العمر ويرحم الكابتن إيهاب جلال، كلنا لها، وربنا يصبركم، وعزائنا ليك ولكل زملائك من فريق الإسماعيلي. أنا بشكرك ونشوفك على خير إن شاء الله كابتن خالد النبريس، مهاجم الإسماعيلي الفلسطيني.